بسم الله الرحمن الرحيم. درس الرياضيات التعامل المستوى الثالث ابتدائي. ألاحظ الأشكال وأرسم المستقيم العمودي على المستقيم دي والمار من النقطة A في كل شكل. لدينا ثلاثة أشكال، الشكل واحد، الشكل اثنان، الشكل ثلاثة. المطلوب هو رسم المستقيم العمودي على المستقيم الأزرق والذي يسمى دي والمار من النقطة A في كل شكل. إذن بالنسبة للأدوات الهندسية، هذا هو المثلث ونسميه الكوس أو المزوات، هذا البيركار أو الفيرجة، مسطرة معروفة المسطرة، المنقلة. إذن بالنسبة لدرس التعامد نستخدم المسطرة والكوس. إذا نبدأ بالشكل رقم واحد، نرسم المستقيم المار من النقطة A والعمود على المستقيم D، مستقيم D بين قوسين، دائما اسم المستقيم بين قوسين. إذا هذه الزاوية القائمة أضعها على المستقيم هنا، ثم هكذا أزيح إلى الأعلى، وعندما أصل إلى النقطة أتوقف، ثم أرسم خطا، وهذا الخط أقوم بتمديده سواء باستعمال الكوس أو استعمال المسطرة. نستعمل المسطرة، أقوم بتمديد هذا الخط. الآن رسمت مستقيما عمودي على المستقيم دي ويمر من النقطة A، عمودي عليه يعني يكون معه أربعة زوايا قائمة، الزاوية الأولى، الزاوية الثانية، الزاوية القائمة الثالثة، الزاوية القائمة الرابعة، وأكتفي برسم واحدة، واحدة تكفيني، مربع صغير يعني رمز التعامل. هنا لدينا المستقيم B، أريد أن أرسم المستقيم العمودي على هذا المستقيم والمار من النقطة A، إذا آخذ الكوس هكذا ثم أزيح إلى الأعلى أو العكس، مثلا هكذا أيضا الزاوية القائمة ثم نحو الأسفل، كلاهما صحيح. إذا أضع الكوس، عندما أصل إلى النقطة، هذه النقطة اسمها A، النقطة اسمها A، أرسم خطا كالسابق، ثم أقوم بتمديد هذا الخط باستعمال المسطرة أو باستعمال الكوس، لأن هذا الدرع يمثل المسطرة. أخذ المسطرة هكذا، وأقوم بتمديده، يعني إطالته. المستقيم، هذا المستقيم مار من النقطة A وعمود على المستقيم الأزرق، يكون لي أربع زوايا قائمة، أكتفي برسم واحدة، أرسم واحدة هكذا تكفي، ومن أراد أن يرسم أربعة فله ذلك. ثم لدينا هنا النقطة A تنتمي إلى المستقيم دي، تنتمي إليه، هنا النقطة A لا تنتمي إلى المستقيم الأزرق خارجه، هنا النقطة A يمر منها المستقيم. إذا هنا هكذا، هذه الزاوية القائمة أضعها هكذا، أرسم خطا وأقوم بتمديده، أو هكذا من الجهة المقابلة، أو هكذا. إذا الزاوية القائمة أرسم خطا وأقوم بتمديده باستعمال المسطرة أو باستعمال الكوس. إذن المستقيم الأبيض يمر من النقطة A وعمودي على الأزرق، والمستقيمان الأزرق والأبيض متعادلان يكونان أربع زوايا قائمة، دو دغوات بيغ بونديكيليغ فورم كاتر أونغل دغوا، يكونان أربع زوايا قائمة، أكتفي برسم واحد. والحصة المقبلة إن شاء الله سنتعرف التوازي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا
محمد وآله.